Today it's Tuesday, 24th of March 2020. اليوم إن شاء الله رح ناخد حل تمارين student book لدرس language building page 129. زي ما حكينا في الفيديوهات السابقة عن قاعدة common reported speech verbs أفعال الكلام المنقول العامة أو الشائعة المستخدمة، وأخذناها بالثلاث حالات للسنتنس اللي رح نستخدمهم، إما في حالة الأوردر أو الأند ريكويست، الستيتمنت والكويشن. طلبت منكم إنه نحفظ الفيرب لكل سنتنس، لأنه إذا ما حفظنا الفيربس ما رح نعرف نستخدم لأي جملة مناسب الفيرب المناسب لإلها. الآن look at exercise number 2. Write it. Change the sentences to reported speech. Change the sentences to reported speech. بدنا نحول الجملة إلى reported speech، يعني عنا يا هي direct speech أنا بدي أحولها إلى reported speech باستخدام الverbs اللي إحنا أخذناهم باللانجوج بيلدينج. بناء على الجملة أنا بقرر الverb المناسب لإلها. يلا نبدأ بسنتنس نمبر 1. Does the bride get a gift? Does the bride get a gift؟ عنا الجملة هون هي عبارة عن question. We know about the question mark. عنا علامة سؤال، فهذا الاشي خلانا نعرف انه هاي جملة سؤال. ما انها جملة سؤال مباشرة نظرنا رح يروح على questions، على الاسئلة. نستخدم اما ask او wonder او want to know. الان نشوف الافضل، مين الافضل المناسب لإلها. Does the bride get a gift؟ Does the bride get a gift؟ Bride معناها عروس، get حصلت على هدية. الآن هون الأفضل إنه نسأل، إنه نستخدم لها ask. الأفضل للجملة حتى يتم معنا جملة عنا صحيح نستخدم لها ask. رح تصير الجملة عنا كالآتي: رح نحط السبجكت. طبعا هو مش معطينا السبجكت، فإحنا ممكن نحط شي أو هي مثل ما بدنا. بنستخدم إحنا الشي بما إنه عنا برايد عروس. She asked، حكينا ask بحولها الماضي. She asked. هلا بنرجع على question، إنه بعد ask لازم نستخدم if. She asked if. الآن نرجع للجملة. Does the bride، طبعا احنا does هون أداة السؤال ما راح استخدمها، بنزل the bride get a gift. نحط stop. شوف sentence number 2. Bring your twin brother. Bring your twin brother. شوف معنى الجملة، هل هو order and request؟ هل هو statement أم question؟ أول شيء question ما في عنا علامة سؤال، حتى ممكن يكون إنه question، فبنحذف question من الخيارات. الآن هل هو تعبير عن حالة؟ أو هل هو أمر أو طلب؟ Bring your، أحضري أو أحضر twin brother، أخاك التوأم. إذا هون إيش أجا عنا؟ request، طلب أو order، أمر. فالاستخدام لأنه بده يكون إما ask أو tell أو order. نستخدم لها he told me. الآن بعد told، he told me، بعد told أنا بدي أستخدم، طبعا إحنا حولنا me اللي هي bring your brother، إنه هي هو أخبرني. He told me، أخبرني. He told me. الآن ما نستخدم to بعديها الverb bring. الآن your تتحول ل my. لإيش ما نحولها؟ my twin brother. الآن look at sentence number 3. I am at home.
I am at home. نطلع معنى الجملة. Order and request. لا ما في عندنا حدا عم يأمر التاني أو حدا عم يطلب للتاني أمر. statement تعبير أو حالة. نعم عندنا هون I am at home عم يحكي عن حاله إنه هو في المنزل. وإيش وضعيته هلأ؟ إنه هو في المنزل. إذا هي عبارة عن statement. اختيارنا بده يقع على إما say, tell, explain أو think. حلنا كالآتي. He said that. هو قال ذلك. الآن هي نستخدم إنه بإمكان نستخدم شيء لأنه إحنا هون السبجكت مش محدد لنا هل هو boy أو girl. الآن نيجي على am. I am at home. إحنا عنا إياها هي ما بصير أخذ لها am. هي بدها تأخذ is. He is at home. Full stop. الآن sentence number four. This book is mine. Explain Sarah. هون مريحين لنا هم مشان لا ندور ولا نتعب حالنا. معطينا الفيرب موجود جاهز. Explain Sarah. يعني جملة statement. بناخد explain Sarah بنضعها في بداية الجملة مباشرة. بس طبعا احنا بدنا نحط Sarah explain. الآن بنكمل الجملة. This طبعا راح تصير that book is mine. هذا الكتاب لي. هي قالت هذا الكتاب لي. الآن sentence number five. It is raining. Wondered Sam. برضو هون مريحين ما عطينا إياها wondered لأنها عنا إياها question. برضو بننقلها Sam wondered Sam wondered. طبعا نستخدم لها if. Is it raining نستخدم لها it was raining. First of all. And the last sentence. Can I have more water? عنا أداة السؤال question. إذن هي عبارة عن question. نستخدم لها. He asked. He asked to. Sorry. He asked if. Have more water. First up. هيك نكون أنهينا من حل exercise number one. الآن look at exercise number two.